بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى تطبيق ثان، وهو المستوى الثالث في هذا التسجيل، فيما يتعلق بموازنة معادلة التفاعل الكيميائي لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط. إذن لدينا هذه الأمثلة، سنلاحظ كيف نوازنها. لدينا تفاعل الهيدروجين مع غاز الكلور يعطي لنا كلور الهيدروجين أو RCl. إذن لدينا الصياغة الكيميائية هي R2 زائد Cl2 يعطي لنا RCl. إذن تلاحظ بأن هذه المعادلة غير متوازنة. لماذا؟ لأنه في المتفاعلات لدينا 2 Cl، وفي النواتج لدينا Cl واحدة. في H2 في المتفاعلات ولدينا H واحدة. إذن ما العمل؟ نقوم بقسمة H2 أو Cl2 على العدد واحد الموجود هنا في المركب، يعني H1 أو Cl1، فيكون المعامل هو 2، أي 2 تقسيم 1 يساوي 2. إذن نتابع مع الموازنة، يعني سنكتب هنا 2. من أين أتينا بهذا الاثنين؟ نعم، 2 تقسيم 1 يساوي 2، تصبح المعادلة متوازنة بهذا المعطى. نمر إلى المثال الثاني. لدينا الحديد مع الكلور Fe زائد Cl2 يعطي لنا FeCl3. لاحظ بأن Fe ليس هناك إشكال، لكن Cl3 في النواتج وفي المتفاعلات 2. إذا نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر، 2 في 3 هو 6. إذا أين نكتب الستة الآن؟ لا نكتب الستة هكذا، يعني هذه الستة نحتفظ بها، نقسمها على العدد 3 لنجد المعامل هنا. إذا 6 تقسيم 3 تعطينا 2، ثم 6 تقسيم 2 تعطينا هنا 3. إذا وبعد ذلك يصبح الحديد هنا 2، إذا نكتب هنا 2. إذا نتابع مثل ما قلنا، نعم، إذن كتبنا 3 بعد ما وجدنا المضاعف هو 6، وهنا نكتب 2، يعني يصير 2 في 3 يساوي 6، وهنا 3 في 2 يساوي 6. إذن الكلور متوازن، ثم نضرب الحديد في 2، تصبح الأمور متوازنة كلها. نمر إلى المعادلة الموالية، نفس الشيء بنفس الكيفية. هنا نلاحظ أكسيد القصدير SNO يتفاعل مع الأكسجين يعطي لنا SNO2. إذن هنا على ما يبدو المعادلة بهذا الشكل متوازنة، يعني نبقي على الأعداد كما هي، يعني كلها واحد واحد. إذن نكتب واحد في المثال، يعني عندما يكون واحد نستطيع أن لا نكتبه، يعني لا نشوش بكتابة العدد واحد. معذرة، هنا غير متوازنة بهذه الطريقة. لماذا؟ لأننا نسينا أن هنا أو، يعني لدينا 3 في المتفاعلات 2. إذن نفس الشيء هنا كذلك، سنقوم بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر الذي هو 6. لدينا الأو في النواتج 2، في المتفاعل 2 مع الأو هنا 3. إذن هكذا ستكون على ما أعتقد غير متوازنة. 4 متوازنة، نعم. إذن لدينا 2 في 2 4، 2 مع 2 4، إذن فهي متوازنة. نمر إلى المثال الثالث الموالي الرابع. المغنيسيوم زائد ثاني أكسيد الكربون يعطينا أحادي أكسيد الكربون وأكسيد المغنيسيوم. إذن لنلاحظ المغنيسيوم واحدة واحدة، أكسجين هنا واحد، هنا واحد 2، وهنا 2، والكربون واحد. إذن المعادلة متوازنة بهذه الأرقام، يعني نبقيها بالمعامل واحد. نعم، أحادي أكسيد الكربون أيضا واحد، وفي المتفاعلات ثاني أكسيد الكربون واحد، وذرة المغنيسيوم واحد. إذن معادلتنا أيضا متوازنة. نمر إلى المثال الذي يليه. هنا نلاحظ لدينا
الألمنيوم مع الماء يتفاعل مع الماء بطبيعة الحال مع الحرارة يعطي لنا أكسيد الألمنيوم أو الألومين زائد الهيدروجين. نلاحظ إن كان نوع الذرات وعددها محفوظا، هذا هو مبدأ الموازنة. ألمنيوم موجود، هيدروجين موجود، أكسجين موجود، لكن من حيث العدد غير متكافئ على ما يبدو. لماذا؟ في النواتج الـH2 في المتفاعلات H2 لا إشكال، ألمنيوم في المتفاعلات لدينا واحد، في النواتج 2، الأكسجين في المتفاعلات 1 وفي النواتج 3. هنا سنوازن. إذن ما دام في النواتج لدينا AL2 ينبغي أن تكون في المتفاعلات 2AL. يؤثر هذا على الأكسجين، يصير O3 لدينا هنا O، إذن يصير لدينا كذلك نبحث عن المضاعف المشترك لحل مشكلة الأكسجين. إذن لدينا هنا 2 خطأ سنحذفها بعد حين، يعني هذا 2 لا داعي. لاحظ الموازنة بهذه الكيفية ستكون خاطئة. نعم، يعني لدينا إمكانية أقل منها. نبقي على AL2O3، هنا 3. نعم، لماذا؟ لكي نوازن الأكسجين 3O. تضاعف الأكسجين صار 6، الهيدروجين صار 6، نقسم على 2 تصبح لدينا 3، يعني 6H تقسيم 2 تساوي 3. ألمنيوم يكتب 2 فقط، إذا صارت المعادلة متوازنة. إذا معادلتنا الآن بشكل متوازن. نمر إلى المركب الموالي، هنا ننتبه لدينا هذا الكحول، هذا الكحول C2H6O زائد O2 يعطي لنا ثاني أكسيد الكربون والماء، هذا عبارة عن احتراق، يعطينا ثاني أكسيد الكربون والماء، احتراق الكحول في الأكسجين. نلاحظ أنواع الذرات محفوظة، الكربون موجود، أكسجين موجود، والهيدروجين موجود، لكن العدد لدينا 6، ننطلق من هنا، لدينا 6H، هنا لدينا 2H، إذا نقسم 6 على 2 سنجد 3. نعم، لكن هذه 3 ستؤثر على المعطيات الأخرى. يصير لدينا 6H، يعني 3 في 2 6، ومعنا 3O. إذن الكربون في المتفاعل 2 ينبغي أن نضرب هنا في 2، يصير الأكسجين هنا 4 وهنا 3 7 في المتفاعلات. الآن لدينا واحدة، نستطيع أن نكتب هنا 3، يعني 6 تقسيم 2 تعطينا 3، مع الذرة هذه يصير لدينا 7، وبهذا تكون معادلة متوازنة بهذه الكيفية. نمر إلى المعادلة الموالية. المعادلة الموالية نفس المركب C6H6O زائد أكسجين يعطي لنا ثاني أكسيد الكربون والماء. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ الهيدروجين 6 نقسم على 2 نجد 3، يصير لدينا 3O و6H، يعني حينما يكون المعامل هنا 3. لنلاحظ الكربون، الكربون لدينا CO2، معناها ينبغي أن نقسم 6 على 1 يكون المعامل هنا 6، 6CO2 نشغل لنرى
إذن 6 سي أو 2 يصير الأو 12، 6 في 2 12 أو، والثلاثة أو 15 أو، 15 أو أن نأخذ 14 نقسمها على 2 تعطينا هنا 7، ولدينا أو هنا يصير 15. إذن هكذا المعادلة متوازنة. نمر إلى المعادلة الموالية، الزنك مع ثنائي أكسيد الكبريت يتفاعلان فيعطيان لنا أكسيد الزنك زائد الكبريت. نلاحظ إذن ما دام في المتفاعلات لدينا اثنين فينبغي أن يكون في النواتج الأكسجين اثنين، معناه نضرب هنا في اثنين. إذن ما دام الزنك تغير ينبغي أن نكتب هنا اثنين وتصبح المعادلة متوازنة، يعني ونبقى الكبريت على حاله لأنه واحد. أمر إلى المعادلة التي تليها، أكسيد الحديد الثلاثي يتفاعل مع أحادي أكسيد الكربون فيعطي أكسيد الحديد المغناطيسي Fe3O4 زائد ثنائي أكسيد الكربون. إذن ماذا نلاحظ؟ نوازن، نبدأ بالأكسجين نلاحظ في النواتج 4 2 6 وهنا 3 في المتفاعلات، يعني لدينا 3 1 4، يعني المعادلة من حيث الأكسجين غير متوازنة. إذن فنوازن الحديد كذلك في النواتج 3 وفي المتفاعلات 2، ينبغي أن نضرب في 2 بالبحث عن المضاعف المشترك الأصغر الذي هو 6. إذن 6 تقسيم 3 تعطينا 2 و6 تقسيم 2 تعطينا 3 في المتفاعلات. هذا يؤثر على النواتج الأخرى، يصير الآن الأكسجين 3 في 3 9 زائد هنا العدد نحن نبحث عنه، الأكسجين في النواتج 2 في 4 8 وهنا نعم وهنا 2 11 والواحد 12. إذن سي أو موجود في المتفاعلات. إذن هكذا تصير معادلتنا متوازنة، بمعنى لننتهي به قلنا كيف وجدنا هذا الأرقام 3 و 2، يعني في المتفاعلات لدينا الحديد 2 في النواتج 3، 3 و 2 غير متوازنان. إذن نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر هو 6، 6 قاسمناها على 3 هنا لنجد الناتج هنا 2، ثم 6 قاسمناها على 2 لنجد الناتج 3. يؤثر هذا على المركبات الأخرى أو على المكونات الأخرى، يصير لدينا 3 في الأكسجين أو 3 يصبح 9، و أو هنا 10 في النواتج 2 مضروبة في 4 8 أو و O2 10. إذن السي أو يبقى متوازن يعني دون تغيير للمعامل. نواصل مع المثال الثالث، المثال الأخير N2H4 هذا المركب زائد H2O2 يعطينا النيتروجين والماء. إذن كيف نوازن هنا؟ لاحظ الآن لدينا 2 في النواتج 2 نبقيها على حالها، الآش في المتفاعلات لدينا 4 زائد 2 الموجودة في الماء 6. إذن في النواتج 4 آش 2 هنا 8. نضرب الآن لما عملنا 4 H2 O، هذا من أجل موازنة الأكسجين 4 O، الآن لدينا في المتفاعلات يعني إذا لم نستعمل هذا الاثنان يكون الأكسجين غير متوازن، هنا 4 O وهنا 2 O، نقسم 4 4 O على 2 نجد المعامل 2. الآن تصير كل الأفراد متوازنة، النيتروجين في المتفاعلات 2 في النواتج 2، الهيدروجين في الأربعة في المتفاعلات 4 هنا في المركب هذا 4 في الماء 8،
وفي النواتج 4 في 2 8 الأكسجين 4 الأكسجين 4. إذن بهذا تصير المعادلة متوازنة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.